السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ويثبتون أن له وجهاً وسمعاً وبصراً وعلماً وقدرةً وقوةً وعزةً وكلاماً، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ننبه إلى بعض مسائل مرت بالأمس وسأل عنها بعض الإخوان بعد الدرس، وكنت مررت عليها إجمالا. وهذه المسائل ما تقدم في مسألة الاستواء، وسبق أن هذه المسألة هي محل إجماع من أهل العلم، وأن هذا يغني عن كل قول في هذه المسألة. إجماع من أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم إلى يومنا هذا، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة، وهو الذي أجمع عليه أهل اللغة، وأن ما سوى ذلك مما جاء من التحريف وصرف الألفاظ عن ظاهرها أنها أقوال منابذة للكتاب والسنة، ولو لم يكن فيها أنها لم تعرف إلا بعد ذلك لما جاء الخالفون المتأخرون الذين يزعمون أنهم يستخرجون بوحشي اللغة وغرائب اللغة، بل لم يثبت في اللغة أصلاً أن هذا معنى الاستواء وأنه الاستيلاء، وأن الاستواء عند أهل العلم يأتي مطلقاً ومقيداً، فإذا أتى مطلقاً فهو بمعنى التمام، فهو بمعنى التمام، فاستوى الشيء أي تم، واستوى الطعام ولما بلغ أشده واستوى أي كمال القوة، فهذا بمعنى التمام، ويأتي مقيداً ولا يعرف اللغة إلا أن يكون مقيداً، يكون مقيداً بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، فهذا بإجماع أهل اللغة بمعنى العلو، وإن كان هنالك قول في هذا بمعنى قصد، لكن الذي عليه أهل العلم أنه بمعنى العلو، وهذا لا ينافي، لأن هذا ليس من الخلاف في هذه المسألة، لأن من يقول هذا فإنه لا يخالف في أن الاستواء لله سبحانه وتعالى على حقيقته، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وهذا هو إذا جاء استوى مقيدا بعلى، استوى على العرش واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك، فإذا استويتم عليه، فهذا كله بمعنى العلو والارتفاع، معنى العلو إذا جاء مقيدا بعلى. والنوع الثالث أن يأتي مقرونا بالواو التي بمعنى مع، كقولك استوى الماء والخشبة أي ساواها، ولا يعرف في اللغة غير هذا، فمن رام أن يأتي بغير ذلك فقد رام التحريف والإبطال. ولهذا تجد هذه الأقوال إما أن ترجع إلى نصراني أو إلى يهودي، يعني أصول البدع التي ظهرت في الإسلام تتبعها العلماء فوجدوها إما أنها ترجع إلى اليهود، كما قالت الجعد بن درهم في القدر
والجعد بن درهم روى هذه الفرية عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أسانيدهم. وكذلك أيضا كما قال بعضهم في باب الاستواء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، الأخطل النصراني يقول ذلك، وهذه مقالة مشهورة، مثل قول استوى بشر على العراق: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. مع أن هذا البيت أهل اللغة المحققون يقولون إنه بيت مصنوع، ليس مطبوعا وليس معروفا، بل هو بيت مصنوع، بيت مختلق، ثم هو مخالف للغة، بل مصادم للغة، مصادم للمعنى، لما أجمع عليه العلماء، والآيات التي جاءت في القرآن في المواضع السبعة فيها كلها ذكر الاستواء. فهذا هو الاستواء في اللغة بمعنى العلو. وذكر شيخ الإسلام القيم رحمه الله كما تقدم أربعة المعاني التي سبق ذكرها، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، صعد واستقر. والاستواء كما تقدم بهذا المعنى. أما الاستيلاء فإنه لا يكون إلا عن مغالبة كما قال أئمة اللغة، لا يقال استولى على الشيء إلا إذا غالبه أحد، والله سبحانه وتعالى مغالب له سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم القدح ومن أعظم الذنب في الوصف لله سبحانه وتعالى. ومقالة تأولين مثل هذه المقالة فإنها يجب التحذير منها وردها، وهي باطلة في نفسها. وهذا سيأتي أيضا في باب الكلام إشارة إلى شيء من هذا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه الثابت له سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن والسنة. هذا هو الواجب. ننتهي حيث انتهى ونقف. ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقول أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وجه ربك. وهذا وصف الله سبحانه وتعالى بالوجه، وأنه صفة حقيقية له سبحانه وتعالى، جاء في عدة آيات: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو وجه، ذو، ولهذا جاء ذو جو صفة للوجه، ذو صفة للوجه، فهو وجه سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجهه. وكذلك أيضا في الحديث: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر وجه والأحاديث التي فيها ذكر الوجه. وكذلك علم الله سبحانه وتعالى، فهو أنزله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علمه المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما علم عباده سبحانه وتعالى. وقال: فلله العزة جميعا. وقال: والسماء بنيناها بأيد. فيوصف سبحانه وتعالى بالعزة، هو العزيز ويوصف بالعزة. وقال: والسماء بنيناها بأيد، وأيد أي بقوة، وليست أيد جمع يد،
لا، أيد هذا مصدر من آد يئيد أيدا، من آد يئيد أيدا أي بقوة. ومنه قوله سبحانه وتعالى داود ذا الأيد إنه أواب، أي ذو القوة. فهذا من ما يوصف به سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله مع الصفات التي في العزة والقوة: والسماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى، فهو القوي المتين سبحانه وتعالى، لا يغالب شيء ولا يعجزه شيء. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق سبحانه وتعالى وهو الرازق، فالرزاق ثبت في القرآن، والرازق جاء في رواية في السنة في حديث أنس الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وقتاده عن أنس مالك رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، الرزاق وجاء الرازق والرزاق، جاء كما هنا الرزاق، الرزاق في رواية الترمذي وأحمد كما في سورة الذاريات، وعند جاء عند أبي داود وابن ماجه الرازق، الرازق. والروايتين كلاهما من طريق حماد بن سلمة بهذا السند، فينظر في ترجيح الرواية إحدى الروايتين. فالمقصود أن المعنى بصفة الرزاق الذي يتتابع رزقه سبحانه وتعالى، وهي صيغة مبالغة أبلغ من الرازق، الرازق أنه يرزق، أما الرزاق فهو سبحانه وتعالى يتابع الرزق لعبده وينعم عليه ويرزق عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله خير الرازقين، جاء بصفة جاء بالجمع، وجاء هنا الرزاق صيغة مبالغة، فهو سبحانه وتعالى الرزاق، فكل من في الأرض فإنه مرزوق بما يرزقه الله سبحانه وتعالى من بر وفاجر ومؤمن وكافر، فهو منه سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وأعظم الرزق هو رزق العلم والهدى، ولهذا يسأل العبد ربه أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. الرزاق ذو القوة، ذو القوة سبحانه وتعالى المتين، وهي الشدة والقوة له سبحانه وتعالى، فهو القوي الذي لا يغالب، إذا أراد شيئا فإنه لا يمانع مانع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول سبحانه وتعالى هو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ويتصنع على عيني، وهذه صفة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا، وهذا فيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، كقوله تعالى إنما قولنا إذا أردناه شيء إذا أردنا نقول له كن فيكون، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
فهو سبحانه وتعالى يوصف بأن له عين، والعين جاءت مفردة وجاءت مجموعة في القرآن ولم تأتي مثناة، إنما جاءت في السنة، جاء في السنة في حديث يبين أن لله عينين، وجاء حديث صريح إذا قام العبد فإنه يقوم بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والثابت حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. وهذا أخذ منها العلم أن الله سبحانه وتعالى أن له عينين، فجاء وصفه سبحانه وتعالى بأن له عينين، وهذا لا يخالف ما جاء في القرآن، بل ما جاء في القرآن مبين بالسنة وموضح بالسنة بأن المراد بذلك أن له عينين، لأن من لغة العرب أنها إذا ذكرت المفرد مضافا إلى الضمير الإفراد تفرده، وإذا ذكرته مضافا إلى ضمير الجمع جمعته وإن كان مثنى، فهذا من هذا، وهذا من باب التعظيم، ولدلت السنة على أن له عينين سبحانه وتعالى. وهذا وصفة العين غير صفة البصر والرؤية له سبحانه، إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى، فهو يوصف بهذا. ونقول كما جاء في الأدلة وصف بها نفسه سبحانه وتعالى على كيفية يعلمها هو كسائر الأسماء والصفات، وكذلك صفة الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وكلمه ربه، وقال سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال سبحانه وناداهما ربهما أن أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل الآية. كل هذا من إضافة الكلام إليه سبحانه وتعالى، إضافة حقيقية، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بكلام مسموع بصوت سمعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبرائيل، وهو سبحانه وتعالى كلم موسى، ولهذا سمي الكليم وكلم الله موسى تكليما. ولما قال بعض أهل البدعة لبعض أئمة اللغة أريد أن تقرأ لي وكلم الله موسى تكليما، قال إن قرأت لك ذلك فما تصنع في قوله وكلمه ربه، فبهت هذا وكلمه ربه، هذا لا يحتمل إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلمه سبحانه وتعالى، وأنه تكلم بكلام مسموع لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. قال فلهذا نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لكن جاءت صفة الكلام كما تقدم وأنه بصوت، وجاء أنه يكلم يوم القيامة أهل الجنة ويكلم آدم وينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار، ويكلم أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة، يكلم سبحانه وتعالى تريدون شيئا؟ قالوا يا ربنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قالوا إذن أزيدكم، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من الحجاب، يكلم سبحانه وتعالى. وهذا يكلم سبحانه يوم القيامة، فهو يتكلم سبحانه وتعالى
وهذا هو إجماع أهل السنة على هذا الأصل. وكلم الله موسى، إنما قولنا الآية في النحل، إنما أمرنا، إنما أمرنا، إنما أمر شيء إذا أردناه، نعم، إنما أمرنا إذا شيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يثبته أهل السنة الجماعة وأجمعوا على ذلك. أهل البدعة منهم من نفى عنه صفة الكلام، فالمعنى أنه أثبت له والعياذ بالله الخرس، شبهه بالأصنام كما قال العلماء والعياذ بالله، شبهه سبحانه وتعالى بالأصنام. وهذا كله منابذة صريحة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، كما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، إلى غير ذلك. فهذا هو صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ومنهم من تلطف ببدعة وضلالة لم تجده إلا ضلالا وحيرة، فقال هذا كلام نفسي ليس كلاما يتكلم باسمه، إنما كلام نفسي، وأن جبرائيل فهم هذا الكلام وعبر عنه جبرائيل، واستدلوا بقول الأخطل، وهذا غاية ما يستدلون، وهذا منسوب للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا هو الغاية، مع أن هذا لم يثبت. قال ابن الخشاب الإمام العالم اللغوي الكبير كما نقل عنه ابن قدامة رحمه الله وهو من مشايخي، يقول: قد بحثت في ديواني فلم أجد هذا البيت ولا يعرف له، مع أنه جاء: إن البيان لفي الفؤاد وإنما، ليس الكلام، إن البيان لفي الفؤاد. فهذا هو الذي جاء وهو الذي روي. وعلى كلا الروايتين كيف ينتهى في الاحتجاج إلى مثل هذا، كما قال قيم: يا قومي قد ضل النصارى في هذا الباب، ضلوا في كلام الله، كيف يؤخذ عنهم مثل هذا لو فرض ثبوته إلى هذا النصراني؟ فلهذا أثبت أهل السنة والجماعة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهو سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون، إنما بكلامه سبحانه وتعالى، إنما قول، نعم هذا قولنا، أنا كنت، نعم إنما قولنا لشيء، أنا قلت وقولنا عندكم أنتم، أمرنا قولنا، إيه ها إيه أن أمرنا، بس اللي في النحل، إني في النحل، قولنا آية النحل، ساق مصنف آية النحل ليبين لهم الذي يختلفون فيه. نعم هو ساق في ذاك، بس إنما قول شيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون. والمصنف رحمه الله الإمام أراد بذلك أنه يقوله وأنه يقول وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، فأراد أن يبين وجوه الدلالات في القرآن في وضوحها وبيانها، وأنه لا ينصرف عن هذه الدلالات ولا يتركها ولا يوليها ظهرها إلا من ضل والعياذ بالله. فنبذ الكتاب وراءه وصار يأخذ من هذه الأفكار وهذه النحاتات التي آل أهلها إلى الحيرة والضلال عياذا بالله من ذلك. نعم ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم ويقولون أي أهل السنة ما يقوله المسلم بأسرهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه هي المشيئة النافذة، والمشيئة لا تتعدد بخلاف الإرادة. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة دينية، أما المشيئة فهي لا تكون إلا كونية، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء إلا مشيئته وإرادته، لكنه سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة واختيارا وإرادة يختار بها، وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهذه المشيئة لا يخرج عنها أحد، لكنه سبحانه وتعالى جعل للعباد إرادة واختيارا، وهو يعلم ما في الكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما تقدم، لأن العلم المشيئة تابع العلم الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى مشيئته على علمه سبحانه وتعالى، لأن المراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه مراتب، وسيأتي الإشارة في كلام المصنف. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فما أراده كان سبحانه وتعالى، وما شاءه كان، ما أراده بإرادته الكونية، فلا يتبدل علمه ولا يتغير سبحانه وتعالى، وهو القادر لا يغلب. فهذه المشيئة لا سبيل لأحد أن يخرج عنها ولا عن علم الله سبحانه وتعالى. وكل هذا سبق بيانه فيما تقدم، لكن المصنف رحمه الله ينوع في الكلام حتى يزداد وضوحا وبيانا. ويقولون نعم، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نعم، ويقولون القرآن كلام الله كما قال سبحانه وتعالى وكما تقدم في الآيات، كلام الله غير مخلوق، كرر وأشار إلى هذا الموطن مرة أخرى، وأنه كيفما تصرف هو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء تولي أو سمع أو كتب فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالكلام كلام القاري، والصوت صوت، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، الصوت صوت القاري، فهو بقراءة القارئ له بلفظه، محفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، كيفما تصرف فهو كلام غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد بالقرآن فقد قال بخلق القرآن. وهذه مسألة من المسائل الكلامية التي نبغت، والتي بيّن السلف رحمة الله عليهم هذه المسألة، وفصلوا الأمر لما احتاجوا إلى ذلك، وابتلي الإمام أحمد بذلك، وقد ذكرها أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة، ذكر رحمه الله في كتاب صريح السنة. من قال لفظي بالقرآن مخلوق ما حكمه؟ ها، يقول يا حمد الله، من قال لفظي بالقرآن، لكن عبارة ما هو؟ من قال لفظي بالقرآن ايش حكمه؟ هل هو نعم جهمي؟ فهو جهمي. ومن قال غير مخلوق فهو
فهو مبتدع، فهو مبتدع. ولهذا أنكر أحمد رحمه الله هذه اللفظة لاحتمالها للحق واحتمالها الباطل، مثل ما تقدم في بعض الكلمات التي وقعت في نفي الأبعاض والجسم، لأن هذه الألفاظ لم تقع في كلام السلف رحمة الله عليهم ولم تعرف، فلهذا كانوا يستفصلون عن المراد. فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإبهام دون بيان، فالإجمال والإبهام دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان، كما يقول قيف النونية. فعليك بالتفصيل والتبيان، والتبيان فالإجمال والإبهام دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. هو صحيح، كان العلماء رحمة الله عليهم إذا تكلم هؤلاء بالكلام يقولون ماذا أردت، لا يقولون ماذا نطقت، لأن نطقه محتمل للحق والباطل في مثل هذه العبارات. ماذا أردت بهذا؟ حينما قال إذا قال بعضهم مثلا نفى الجسم، نقول كلامك نفي الجسم والأبعاض يحتمل حق وباطل، هذه الألفاظ مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة كما تقدم، وإن وقعت لبعض السلف الله عليهم من باب الرد، وهذه وقعت لأبي بكر رحمه الله إسماعيلي، ووقعت ووقع أيضا لابن جرير شيء من هذا في صريح السنة على نفي الجوارح، وقد يكون لهم عذر في هذا فالله أعلم في باب النفي. لكن العلماء يستفصلون فيقولون ماذا تريد؟ هل تريد أنه ليس بجسم يعني لا ينفصل بعضه إلى بعض ولا يحتاج بعضه إلى بعض، أو ليس فهذا الكلام المعنى حق والكلام باطل، أم تريد أنه ليس بجسم يعني لا يشار إليه ولا يوصف بالنزول ولا يقال إن له وجها ولا يقال إن له يدين وأن له عينين، فيقال اللفظ باطل والمعنى باطل. فلما كانت هذه الألفاظ محتملة للحق والباطل فلا ننفيها مطلقا لأننا ننفي ما فيها من الحق والباطل، ولا نثبتها مطلقا لأن نثبت ما فيها من الحق والباطل، لكن نميز نقول لفظك هذا محتمل لهذا ولهذا، فما ذكرته من المعنى الحق صحيح، لكن تعبيرك غلط، لا تعبر، لا يجوز أن تعبر عن هذه الصفات بالأعضاء تقول بلا جارحة. من أين أتيت بهذا؟ لم يأتي لا في الكتاب ولا السنة، ومضت القرون الفاضلة ولم يعرف هذا إلا من أفراخ الصابئة، يعني أنهم يجعلون هذه مثابة الأعضاء والجوارح والعياذ بالله، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولم ينعقد في نفوسهم مثل هذا. هذا لا يمكن، هل يمكن أن يشبه أحد يد الرحمن التي يطوي بها السماء سبحانه وتعالى، يطوي بها السماء، هل يمكن أن تقع المشابهة أو المماثلة لشيء من ذلك من صفات خلقه؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، نقول كلمة لفظي يحتمل المصدر ويحتمل المفعول، يحتمل المصدر يعني لفظ الذي ألفظ به، ويحتمل المفعول وهو الملفوظ وهو المقروء. فإذا أردت المقروء وهو لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وإذا قال مثلا كان يقول جهمي، وإذا نفاه كان مبتدعا، لما كان محتملا للمفعول وهو المقروء وهو المتلو وهو كلام الله عز وجل، وكان محتملا
للمصدر وهو فعل العبد. فعل العبد حركة لسانه وما ينطق من حق وما تكون حركة لسانه لهاته وما أشبه ذلك، هذه كله مخلوق، لكن ما يلفظ به وما يتكلم به وهو المقروء المتلو المسموع كلام الله سبحانه وتعالى. لما كان محتملا لفعل العبد ومحتمل للمقروء المتلو كان هذا القول مبتدعا فلا نثبته ولا ننفيه. فلهذا قال أحد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه يحتمل أنه يريد بذلك المتلو والمقروء، ومن قال ليس مخلوق فهو مبتدع، لأنه يحتمل أن يريد بذلك لفظه هو أو فعله هو. ولما تكلم أحد رحمه الله بهذا، وكان في زمانه علي بن الحسين الكرابيسي، مع أنه كان حافظا وإمام في زمانه، توفي سنة 240 رحمه الله الجميع، وسنة وفاة أحد رحمه الله، كان حافظ وكان من أذكياء الناس، وتكلم بهذا الكلام ونقل له عن الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا، فقال رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلما بلغ الكرابيسي هذا قال: ماذا نفعل بهذا الصبي؟ يقصد الإمام أحمد رحمه الله. إن قلنا كذا قال جهمي، إن قلنا كذا قال مبتدع. فحذر منه الإمام أحمد رحمه الله، فسقط الكرابيسي رحمه الله، مع أنه كان يعني كما يقول الذهبي رحمه الله لديه من العلم والرواية ما لا يعشره، ما لا يبلغ عشره أبو ثور، لكن لما تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله كلمة واحدة سقط، حتى لا يكاد يذكر للكرابيسي هذا رواية في الحبد. الله أكبر، رفع الله الإمام أحمد رحمه الله بالعلم. ولهذا كل من قال مثل هذه المقالات وحذر أحد رحمه الله ألم أريه وأثنى على أبي ثور فرفعه الله، مع أنه كما يقول الذهبي وأنه لا يعشره، يعني لا يبلغ عشره، يعني معنى العلم، لكن العلم ليس بكثرة الرواية، لكن العلم ما وقع في القلب ووقر فيه وهو نور يكون في القلب يورث زكاء القلب وطمأنينة القلب، نسأل الله من فضله. قال: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد بالقرآن فقد قال بخلق القرآن، وهذا لا شك من بدعهم التي ضلوا بها. وليقول القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان، والإمام اللالكائي حكاه عنهم، بل قد حكاه عنهم قبله الطبراني. يعني أكثر من 500 عالم حكوا كفر من قال هذه المقالة، لكن هذا من حيث الإجمال أنه إنكار لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من حيث العموم. فلهذا نقل ابن القيم رحمه الله هذا في نونيته، ونقله قبله العلماء رحمة الله عليهم. نعم. ويقولون أنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. نعم، وهذا أيضا تتم لما سبق، والمصنف رحمه الله قد يذكر بحثا ثم بعد ذلك يذكر بحثا آخر ثم يتممه رحمة الله عليه،
كل هذا من باب الإيضاح والبيان، ويقول أنه لا خالق الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر كما قال، فلا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر كما قال، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه وشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هو سبحانه وتعالى بيده الأمر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمواقع هدايته سبحانه وتعالى. ولو الحكمة التامة والحجة البالغة التامة سبحانه وتعالى، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال كما بدأكم تعودون، وقال هذه الآية بعدها مباشرة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، كما بدأكم تعودون، بدأكم في الدنيا وتعودون في الآخرة، يحييكم في الآخرة، أو بدأكم في الدنيا بأن خلق بأن بدأكم وأنشأكم وكذلك ينشئكم في الآخرة، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. كل هذا يبين أن كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء عن تقديره وتكوينه. ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس. كذلك هو سبحانه وتعالى قدر وبين وسبحانه وتعالى من في كتاب أحكمه، بين سبحانه وتعالى وأهل الجنة وأهل النار، وأنه سبحانه وتعالى قد وعد أن يملأ النار والجنة سبحانه وتعالى، ولكل منكم علي ملؤها. والعبد يسأل ربه الهداية ويستعين الله سبحانه وتعالى، لكنه فطر عباده وخلقه على الفطرة وعلى الهدي المستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأخبر سبحانه وتعالى أن كل شيء مكتوب، كما قال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بيّن سبحانه وتعالى أن كل شيء في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو كتب كل شيء سبحانه وتعالى. والقدر أربع مراتب، مرتبتان هاتان لا ينكرهما أحد، قد كان ينكرهم بعض غلاة القدرية لكنهم انقرضوا، ومرتبتان تنكرهما القدرية النفاة. المرتبتان اللتان لا ينكر أحد مرتبة العلم والكتابة، إن الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ومرتبة ماذا؟ الكتابة، يعني أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. وعند الترمذي إن الله قدر ما قد خلق، ورواية مسلم تبين أن المراد بذلك الكتابة، إن الله كتب. وفي حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى بما هو كائن، فجرى بما هو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هاتان المرتبتان لا ينكرهما أحد. المرتبة الثالثة ما هي؟ مرتبة المشيئة. المشيئة هذه تابعة لعلم الله سبحانه وتعالى، وهي بعلم آخر لكنه بالعلم الأول
المشيئة تابعة المشيئة الأولى، وهذه المشيئة يتلوها مرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق والتقدير، أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء بمقتضى مشيئة، إذا شاء شيئا خلقه سبحانه وتعالى، وهذا الخلق والتقدير والإيجاد بمقتضى العلم السابق. وما كما قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني هذا العلم الذي يكون بعد ذلك وتابع للعلم الأول. وبعض العلماء يسمي علم متجدد، لكن ليس معنى ذلك أنه يتجدد لله سبحانه وتعالى، إنما هو تابع للعلم السابق الذي هو التقدير بعلمه وكتابته، ثم هو سبحانه وتعالى يكونه ويخلقه في الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى. كما أنه كتب كل شيء، كتب أرزاق العباد وكتب آجالهم وما يصيبهم وجميع أحوالهم، وهذا كله مكتوب، ثم هو سبحانه وتعالى يخلقه في وقته وفي حينه بمقتضى العلم السابق والإرادة والعلم السابق والكتابة السابقة. ولهذا قال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها بلا خلاف في اللغة، إن ذلك على الله يسير عليه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك ما جاء من نصوص والأدلة الدالة على هذه الأصول التي أجمع عليها العلماء كما في هذه الآيات وكما سيأتي. نعم. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. وقال مخبر عن أهل الجنة: الحمد الذي هدانا هذه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى، والعبد عليه أن يجتهد في سؤال رب الهداية والمزيد من الهداية. ولهذا يدعو المسلم في كل ركعة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وقال: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كما تقدم في قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، لا يزال مختلفين، هذا مما وقع فيه الخلاف، والأظهر والله أنهم مختلفين، يعني أهل الباطل اليهود والنصارى وكذلك الفرق والضلالات، إلا من رحم ربك أهل الإسلام. وأما من كانوا على الاختلاف والشقاق فهم على خلافهم وشقاقهم، والله سبحانه وتعالى رحم من رحم بهدايته الصراط المستقيم. ويقولون: إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. نعم. كذلك الخير والشر والحلو والمر بقضاء الله من الله أمضاه وقدره، لكن الشر ليس إليه، ليس في القضاء، في المقضي، والشر ليس إليك، كما في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح الطويل في حديث علي رضي الله عنه: الشر ليس إليك، إنما هو شر جزئي من وجه، لكنه فيه من الخيرات العظيمة في قضاء الله سبحانه وتعالى. وكما قضى سبحانه وتعالى بأنواع مما يقضيه سبحانه وتعالى ويقدره، لكن في ضمن هذه المقضيات وما يقع من الشرور من الخيرات
الشيء العظيم. وكما أن الله سبحانه وتعالى قضى وأوجب إقامة الحدود والقصاص وما أشبه ذلك مما يجب إقامته من جلد الزاني أو ورجم المحصن الزاني البكر ورجم المحصن وسائر الحدود هذه، وإن كانت شرا بالنسبة لمن وقعت عليه لكن فيها من الخيرات العظيمة في إقامة الحدود ما لا يعني يحصى، وما يكون خيرا وبركة لأهل الإسلام حين تقام الحدود ويقام شرع الله سبحانه وتعالى. فالعباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فالقدر كله قدر سبحانه وتعالى، خيره وقدره وشره وكذلك حلوه ومره، لكن هذا فيما يتعلق بالشر هذا في نفس المقضي، أما في القضاء فهو لا ينسب إليه شر سبحانه وتعالى كما تقدم في الحديث عن علي رضي الله عنه. نعم. وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. نعم، وأنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه في كل وقت. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس مفتقرون إلى الله، فقر ذاتي لا يمكن أن يستغني العبد عن ربه، لو ظن ذلك لهلك وتلف والعياذ بالله. فلا قوام للعبد ولا طمأنينة للعبد ولا راحة إلا بأن يفتقر إلى الله، وكلما زاد افتقار العبد إلى الله كلما زاد غنى كلما كان غناه عن الناس. حينما يفتقر العبد إلى الله فإنه يستغني، استغني ما أغناك ربك بالغنى. من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد خيرا ولا أوسع من الصبر. يستغني بالله سبحانه وتعالى، فمن استغنى بالله أغناه الله عن كل شيء، فهو يفتقر إلى الله في كل شيء، يلجأ إليه في حاجاته كلها، في مسألته لا يسأل أحدا شيئا من المسائل، بل يسأل الله عز وجل صغير ما يحتاج وكبيره يلجأ إليه سبحانه وتعالى، حتى لو انقطعت شسع نعله لم يسأل أحدا أن يصلح شسع نعله. يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله، إذا انقطع يعني يصلح شسع نعله، وجاء في رواية حتى يسأله الملح للطعام. إذا أصبح الإنسان وليس عنده ملح يقول اللهم أرزقني، اللهم أطعمني، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. حينما يدعو العبد ربه بهذه الدعوات وهذا الاسم العظيم يقول يا ربي، يضع وجهه راكعا ساجدا خاشعا داعيا رافعا يديه ملتجيا إلى الله سبحانه وتعالى يسأل الله الرزق، فإن الله يفتح له من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب، ويفتح له من الأبواب ما لا يكون في باله من حساب، يفتحها سبحانه وتعالى ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. يسأل أحدكم ربه حاجته كلها. النبي عليه الصلاة والسلام بايع أناسا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، كما روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر ثم أسر إلينا بكلمة خفية، أسر إلينا بكلمة خفية قال ألا تسألوا الناس شيئا، لا تسأل شيئا. قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته
فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. يكون إنسان على الفرس أو على الإبل أو على أي مركوب يسقط صوته، يحتاج إلى الصوت، يسوق به دابته ويذب بهذا الصوت عنه ما يؤذي ويحتاجه إذا نزل يسقط صوته، وصاحبه وأخوه قائم عنده، لا يقول ناولني الصوت، ينزل ويقول ويأخذ صوته. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فرجيه وأن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا. وهذا قريب لفظ الحديث، لا الشاهد أن فيه أن لا يسأل الناس شيئا. وبايع بعض أصحابه أيضا، خصوصا جاء عند المسند أنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بذلك، وبايع غيره من الصحابة رضي الله عنه ألا يسألوا الناس شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. يعني ما في المسألة من ذل السؤال، وما في المسألة من الإلحاح على السائل، وما في المسألة من التذلل لغير الله. وهذه أنواع في أصلها عبادة تكون لله، لا ينبغي أن تكون لغير الله، لكن هو يجوز بما يكون مقدورا لأخيك، والأولى أن تستغني بالله. من يستغني بالله فإن الله يغنيه ويبارك له في كل شيء ولو كان شيئا يسيرا، تنزل البركة والخيرات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، الصحيحين لأسماء وغيرها: لا توكي فيوكى عليك، ولا توعي فيوعى عليك. يعني لا تربط الشيء بالوكاء، دعيه مفتوح واتكلي على رزق الله ورحمة الله، فالعطاء من السماء ليس من الأرض، والمدد من السماء ليس من الأرض. ومن كان قلبه مربوطا متعلقا بفوق بالأعلى بالسماء جاءت الخيرات مدرارا متواصلة تمد منها هنا. روى الدارمي بإسناد صحيح أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام مائدة، والحديث جاء بألفاظ أخرى عند أبي داود، لكن جاء في رواية أنهم صلوا صلاة الفجر ثم وضعت صحفة أو مائدة ثم صفوا عليها، جعلوا يأكلون صحفة لا تشبع إلا خمسة أو عشرة بالكثير، فيأكل قوم فيقومون ثم يقوم ثم يأتي آخرون فيأكلون حتى حضرت صلاة الظهر. قال الراوي عن الصحابي: من أين كانت تمد؟ قال: منها هنا، وأشار إلى السماء. منها هنا، المدد من السماء، هذا حسن الظن. قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول: كان عندي شطر شعير، شطر الشعير نصف الصاع، يطلقون شطر الصعير شطر الشطر على نصف الصاع، وكنت أتصدق وأطعم منه. قالت: فطال علي، وفي رواية فأخذته الجارية فكلته، وفي رواية أن الجارية كالته. قالت: ففني كلته ففني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.